السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أحلى وأجمل متتبعات ومشاهدات حبيبات قلبي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. الفيديو تاع اليوم بزاف بزاف شباب، اللي هو مشروع رمضان اللي تختولات بزاف بنان بالزيت، يعني بلا مارغارين، بالزيت سكر عادي، يعني ما فيهم لا مارغارين ولا سكر غلاس ولا كذلك فيهم حبة بيض فقط. هذا العجينة تاعي تختولات بزاف اقتصادية، يعني خاصة بأصحاب المشاريع اللي تختولات في رمضان، يعني بزاف بزاف ما يطلبوهم بزاف، وكذلك يتمشاو بزاف في رمضان، راكي رايحه تربحي منهم الملايين صدقيني. اذا اعتمدتي هذه الوصفه راكي رايحه تربحي منها الملايين. راح نمد لكم يعني طريقتين اللي تقدروا تبيعوا بهم هذا اللي تختولات، يعني طريقه يكونوا معمرين والطريقه الثانيه كيكونوا فارغين. برك تبعي الفيديو حبيبتي للاخر، وما تنساش لايك للفيديو واشتراك القناه من فضلك، لانه راني محتاجه بزاف بزاف دعمكم، لانه يعني الساعات راهم ينقصوا لي ومازال ما فعلتش القناه، وراكم عارفين راني نتعب عليها بزاف بزاف. على هذيك نتمنى انكم تدعموني بلايك باش الفيديو يطلع لاعلى مشاهدات. هنايا واش عندنا؟ يعني تكري عليكم في اللايك. هنا واش عندنا؟ عندنا حبه واحده فقط تاع بيض، وعندنا كذلك نص كاس تاع سكر. نخلطهم مليح مليح، قد اللي خلطتي وقولي ما خلطتش، خلطي حتى اللي تلقاي الكريمه تاعك ولا تبيضات، يعني تلقاي السكر تاعك كامل ذابي، سكر عادي ماشي سكر كلاصي، لانه قلت لكم هذه العجينه اقتصاديه وفي نفس الوقت تتفتت غير وحدها، و يعني نبسها واش نقول لكم ناجحين مليار بالمية. يعني انا كنت يعني متشوقه وانت نشارك معكم هذا الفيديو، لانه النتيجه تاعهم عجبتني بزاف بزاف، وكنت مريضه الله غالب الظروف ما ساعدتنيش باش نحط لكم الفيديو، واليوم جا الوقت تاعو باش نحط لكم. درت كذلك نص كاس تاع زيت، درتو على دفوعات، لازم تخلطي مليح باش السكر يذوب وكذلك الزيت تاعك يدخل مليح مليح مع كامل المكونات. اذا كان عندك باتور من احسن تستعملي الباتور باش يعني يساعدك في الخدمه. نديرو الفارينه ونديرو كذلك مغرف صغيره تكون معمره مريحه تاع لافاني، ناكد لكم عليها لانه باش لي تختولات تاعكم ما تجيكمش فيها ريحه الزيت، كما تعرفوا الزيت يعني فيه الريحه. نديرو مغرف تاع لافاني باش تنحي ريحه الزيت، ونديرو كذلك يعني على راس المغرف رشه فقط تاع خماره تاع الحلويات باش تجينا طريه، التختولات تاعنا يجونا يعني طريه شويه. ونلم فقط، نديرو الفرينه ونلم، يعني ما نعجنوش، نلمو باش العجينه تاعنا ما تتعلقش، ويعني ولا دارت العك مش راح تشد الشكل تاعها في القوالب، يعني راح ترجع. يعني شوفوا العجينه تاعنا كيف جاتنا طريه ما شاء الله، يعني مجرد ما انكم تشوفوا العجينه بعينيكم تتاكدوا منها انه راهي ناجحه 100%. صدقوني انا ما يعني نحبش ندير لكم وصفات ما تكونش ناجحه، انا جربتها وراني رايحه نعتمدها باذن الله تعالى للمشروع، لانه انا كذلك راني حابه يعني اذا كتب ربي يعني ما نوعدكمش راني رايحه ندير هذا المشروع في رمضان باذن الله تعالى. هنايا مديت لكم تدبيره ولا فكره، انا كانوا عندي 8 ولا 7 تاع هذو قوالب تاع التختولات، وكانوا زوج القاعده تاعهم اتودرت، يعني قلت واش ندير. جاتني في راسي هذا التدبيره، قلت علاش ما شاركهاش معكم، اللي هي الغطاء ولا البلاع تاع الطوماطيش تاع الباطا ولا تاع الكوفيتير. في الاول كي جربتو جاني شويه كبير، على ذي قلت نقصو نتبعو الشكل الدائري باش يعني تجينا مدوره، يعني اللي وريتكم دوكا راني وريتكم ضربك شويه اذا لاحظتو، نتبعوه بالمقص. هذا المقص يعني تقراني راح نجزر به، ولكن هذا واش رقيت تاع الكوزينه ما على باليش وين راه. المهم باش نمد لكم الفكره فقط، نتوما راح تلاحظوا على الفكره ما تلاحظوش على المقص. هنا شوفوا ويعني جات هنا نيشان، درتو يعني في بلاصه القاعده اللي كانت تبحرت لي، يعني ما على باليش زوج تدرت تبحرت لهم القاعده تاعهم، عوضتهم ولا درت هذه التدبيره وجات لي ناجحه بالبزاف. ودوق تلاحظوا النتيجه قدامكم هنا. هنايا يعني ما خليتها لا ريحه لا والو باش ما تديكمش بزاف وقت، لانه يعني تكونوا دايرينها المشروع راكم رايحين، يعني ما تقدروش تقعدوا تقارعوا لا غير ريحه في الثلاجه وتزيدوا كذلك بعد ما تشكلوها كذلك خلات ريحه في الثلاجه. هذه اخدميها وديريها طيب مباشره، يعني هذه خاصه باصحاب المشاريع. هنايا انا نحكموا يعني نديروا ليبول
ونجو نشك لهم في القوالب تاعهم. ركزوا على الحواف، يعني تجي كما راكم تلاحظوا دايرين قدام دروك باش ما يتنفخوكمش، ونشكلهم بهذه الطريقه. يعني ما ديروهم رقاد بزاف، ما ديروهم خشن بزاف، يعني متوسطين. تحبوا تحلوا العجينه كامل وتطبعوها بشكل دائري، ويعني تحطوها في القوالب شيء يرجع لكم. انا حبيت ندير هذا البول، يعني جاتني سهله، قلت وعلاش ما نديرهاش على شكل البول فقط. نتمنى برك تتبعوا الفيديو للاخر وتدوا الفكره وتسيوا هذا المشروع، يعني يعني تحركوا كما يقول لك، تحركوا ترزقوا. كاين بزاف ناس محتاجات وحابين مشاريع. نقول لك اعتمدي هذا المشروع تاعي تاخذوا لك، لاني متمشى بزاف بزاف في رمضان. هنا نثقبهم كامل. انا هنا قعدت لي العجينه، لانه هذا واش كان عندي القوالب، كانوا عندي 8 درتهم في 8، والعجينه هذيك اللي قعدت لي دارت لي 3 حبات، يعني حتى طابوا هذو باش درت الكميه اللي بقات. انا قلت يعني زيدني شي شويه منهم اذا كنت درتها يعني مشروع، نخلوهم ندخلهم يحمروا من تحت حتى يحمروا ياخذوا اللون، يعني يكونوا حمره بالبزاف، يعني كي بهذا اللون اللي راكم تلاحظوا فيه. لانه اذا درتهم بيضاء ودرت لهم الكريمه، راكم الكريمه راح تنفخ لكم العجينه ويجيكم معجنين. لذلك لازم تخلوهم يحمروا مليح باش كي ديروا لهم الكريمه يقعدوا على حالهم، يعني يقعدوا مقرمشين ويقعدوا كريستيون، يعني راكم فهمتوني. هنا هذه هي التدبيره اللي كنت عطيتها لكم تاع البلاع تاع الطوماطيش ولا تاع الكوفيتير اللي كان عندك. شوفوا يعني وجات ناجحه ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر. يعني راني مديت لكم فكره تاع مشروع وتحليه خاصه برمضان، وكذلك تدبيره فيديو واحد ان شاء الله. برك ناكد لكم اللايك ما تنساوهش. هنايا هذو الحبات اللي بقاو لي ندخلهم يطيبوا. دارت لي 11 حبه تاع حبه بيض وحده كما لاحظتوا، دارت لي 11 حبه تاع لي تختولات، والحجم تاعهم يعني كبير ما شاء الله. هنا هذا اللون تاعهم يعني شوفوا بعد ما حمارو لازم يدوا هذا اللون الاحمر، ناكد لكم، لانه اذا خليتوهم بيوضه شعلوا لهم تحت يحمروا مليح، ومن بعديها شعلوا طفوا من تحت شعلوا من الفوق حتى يعني يدوا اللون الاحمر شويه برك من الفوق. يعني ما تاكدوش على الجهه الفوقانيه، الجهه التحتانيه اللي لازم تكون حمراء بزاف كما راكم تشوفوا. هنا الا حبيتوهم تبيعوهم يعني مش معمرين فارغين، تحكموا سواشي تاع بلاستيك دوك ندير لكم في الصوره، ولا علب خاصه بالمشاريع ديروا فيهم 5 ولا 6 ولا على حساب ما يطلبوا منك، تبيعيهم اصحاب المحلات ولا اصحاب السوبيرات، وتقدري تكتبي فيهم ديري فيهم تيكي فيهم يعني المعلومات الخاصه بك. يتباعوا 3000 وكاين تاع 2000 وكاين تاع 300 درهم، يعني على حساب الحجم، يعني من الصغير للكبير. الكبار كامل 3000، واللي جايين عليهم الوسطانيين ب 500 درهم، واللي جايين عليهم الصغار كامل ب عفوا ب 300 درهم. ويعني وديروهم في العلب الخاصه بالمشاريع ولا ساشيات خاصه بالمشاريع، وتتفاهموا مع اصحاب السوبيرات اصحاب المحلات تبيعهم عندهم، وهما كذلك يزيدوا الفائده تاعهم. يعني مثلا انت هي كبيره كامل بيعها ب 500 درهم وهما يزيدوا فيها 100 درهم يبيعوها ب 3000، ولا انت بيعها ب 3000 وهما بيعوها ب 3500. ان شاء الله تكوني فهمتيني. هنا الكريمه، هذه الكريمه بزاف اقتصاديه. واش عندنا؟ جوج كيسات تاع حليب، وعندنا كذلك 3 مغارف تاع سكر و3 مغارف تاع مايزينا. انا ما حبيتش نكثر السكر لانه العجينه حلوه، ما حبيتش يعني الكريمه تكون حلوه بزاف، درت 3 مغارف فقط تاع سكر باش يعني العجينه تاعنا ما تجينيش تقهم، ولا اللي تاخذوا للتونا ما يجوناش يقهموا. ونديروا كذلك نص ملعقه تاع مارغارين، ونخلط كلش كما راكم تلاحظوا، نخلوه حتى تعقد. تابع عقدتنا باش زدت لها المغرف تاع المارغارين ولا نصف ملعقه تاع مارغارين. هنا اللي تاخذوا للتونا بعد ما بردوا اكيد ونحيتهم من القوالب تاعهم، نجو نعمروهم بهذه الطريقه. هذه الكريمه بزاف بزاف بتجي بزاف بنينه، واهم شيء انها اقتصاديه. كاين كذلك الكريمه تاع الماء، يعني حبيت نجرب معكم الكريمه تاع الماء، ولكن قلت ندير تاع الحليب احسن. هنايا خلوهم يبردوا بعد ما عمرتهم كامل، ما تعمروهمش حتى الفوق كامل، لانه رانا رايحين نحطوا لهم كراميل، لازم تخلي لي سباس باش ديري الكريمه تاع الكراميل. هنا عندي 3 مغارف ونص سكر، سكر عادي، ندير لهم يعني شويه تاع ماء، يعني الكميه تاع الماء ما ناكدلكش عليها مهم، يعني ما تعمريش بزاف بالماء ولكن غير شويه فقط. قسم يشمخ لكم السكر،
وكيجي يعني يتكرمل ما يتحرق لكش، يعني تضمني النتيجة تاعو. هنا أخلي السكر تاعنا على النار حتى يتكرمل كما راكم تلاحظوا. هنا شوفوا راه يعني رايح يبدا ياخذ اللون تاع الكراميل، بما انه غير يبدا يغلي فم يبدا يتكرمل. هنا واش عندنا؟ عندنا كاس قل ربع تاع ماء يكون دافي ما يكونش بارد، وندير له مغرف صغيره تكون معمره، يعني مغرف تاع ديسير ماشي تاع صغيره كامل، تكون معمره مايزينا. نخلطوا داك الماء وخلوه تجيه حتى اللي السكر تاعنا يولي كراميل كما راكم تشوفوا كيولي كراميل. نديروا له مغرف صغيره تاع مارغرين، نجو نضيفوا الماء، حرزوا برك الماء لانه السكر يبدا يطاير. المهم ردوا بالكم يعني ضيفوا الماء يعني بعد شويه وضيفوا الماء للسكر. هنا خلطوا الكراميل تاعنا حتى اللي تثقال كما راكم تلاحظوا، وذوب كامل السكر اللي كان. هنا شوفوا الكراميل تاعنا كيف جاتنا، جاتنا ما شاء الله جاتنا بزاف شابه. انا حبيت ندير لكم حاجه اقتصاديه باش تعتمدوها كمشروع، ما حبيتش يعني ندير لكم حاجه تاع فواكه ولا حاجه تاع الكرامبيتسير كما راكم تلاحظوا. ما درت فيها لا شونسيي لا يعني لا بيض لا حتى حيه، درتها سامبل وجات بزاف بزاف بنينه، يعني جميع اللي كلاها عجبته وجات بنينه. هنا يعني اذا حبيتوا تبيعوهم بهذه الطريقه يعني يكونوا معمرين، تبيعوا من اصحاب المقاهي ولا الاصحاب اللي يبيعوا لاتاي، يعني اللي يبيعوا قهوه هذو اللي تقدري تبيعي لهم هذا اللي تاخذوا لات اللي يكونوا معمرين. وانتيا يعني تشوفي الحاجه السهله اللي يعني ما تكلفكش بزاف، ان شاء الله تعتمدي هذه الوصفه لانه يعني ما كاش اسهل ما منها، يعني حوست على بزاف وصفات وما لقيتش انها اسهل من هذه الوصفه. ان شاء الله تعتمديها، وكذلك السعر تاع الحبه الوحده تاع التخولات على حسب ما اظن 7000 ولا 8000 للحبه، يعني كل وحده والسعر تاعها. كاين 12000 تاع الفواكه، وعلي هذه سامبل نومامو 8000 ولا 9000 والله ماني متذكره. المهم انتم سقسوا يعني حتى تسقسوا باش يعني تبيعوا. اكيد هنايا كما راكم تشوفوا يعني النتيجه راهي باينه قدامكم، حاجه سهله وبسيطه، مكونات جد بسيطه واقتصاديه. يعني سيت يعني ما ديروش سكر كلاص، وسيت كذلك بحاجه بلا بيض، وحاجه كذلك بلا مارغرين، يعني حاجه اقتصاديه بزاف بزاف بزاف. ونأكد لكم انه اللي تاخذوا له تاع الزيت يجوا احسن من تاع المارغرين. تاع المارغرين يعني يجوا وتفتوا بالبزاف، ويجوا كذلك ما يجوش يعني ما يفهمش ديك القرمشه، ولكن تاع الزيت يعني يمدوا داك اللون الاحمر ويجوا يعني يجوا يعني بالسين يجوا ما شاء الله. والنتيجه كذلك راهي قدامكم كما راكم تلاحظوا، الشكل تاعهم بزاف شباب، والتزيين تزينهم يعني كما تحبوا. التزيين اختياري، تقدروا تخلوا الكريمه البيضه اللي كنا درناها من قبل تاع الحليب وتزينوها من فوق بالفواكه بلا ما ديروا كراميل، ولكن انا نحب نقول تاع الكراميل مع الحليب مع الكريمه تاع كريم باتيسير تجيني بزاف شابه، على ذيك فضلت انه ندير الكراميل من فوق. يعني التزيين اختياري، تقدروا ديروا كاوكاو يعني تزينوا بالكاوكاو من فوق، تقدروا ديروا فواكه اللي عندكم، يعني ديروا الحاجه اللي عندكم ما تتقيدوش بالتزيين. ولكن الوصفه هذه هي سهله مهله كما لاحظتوا. ان شاء الله برك ما نكونش طولت معكم في الفيديو، نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش لايك وبارطاج للفيديو.